كما يقال لست معاقا ما دمت أسمو بذاتي، هكذا عبر المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة في انطلاق فعاليات مهرجان سيدي البرنوصي للأشخاص في وضعية إعاقة في نسخته الأولى تحت شعار كلنا أسوياء يوم أمس تحت إشراف جمعية نور المصباح لذوي الاحتياجات الخاصة. ففي حوار أجريناه مع السيد حسن منصرط رئيس جمعية نور المصباح الذي عبر وبكل تلقائية عن نجاح المهرجان والهدف من تنظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي فكرت ندير ناسس الجمعيه، والحمد لله عطات واحد الصدى كبير. وبالنسبه لاول مشروع دفعت لمجلس العماله وكان بالموافقه، الحمد لله وفقني الله ودعموني، شكر كبير لمجلس العماله. وبالنسبه انا درت مهرجان الاول، النسخه الاولى لذوي الاحتياجات الخاصه تحت شعار كلنا اسوياء. بغيت نبين المعاق بين مراته هو عنده الحياة قدامه، ومن عدة حرف ومن عدة مغنيين يتكيفوا لنا المهرجانات كيكونوا مقصين منهم المعاقين. وأنا درت لهم هذا المهرجان على أساس كل شيء يكونوا تهما يحسوا براسهم فنانين كبار، ولما لا إن شاء الله تكون عليهم العينين وغادي يشوفوهم الناس يكونوا نجوم. مهرجان يعد فرصة للوقوف عند المؤهلات والكفاءات العالية التي يتمتع بها الشخص المعاق. مرحبا بكم بعدا كاين داخل هذا العرس الثقافي الاجتماعي بمقاطعة سيد البرنوصي، وهو مهرجان سيد البرنوصي لأشخاص في وضعية إعاقة. اليوم غادي نتكلم لكم على جمعية نور المصباح. جمعية نور المصباح كتهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هما واحد الفئة منا وفينا. اليوم هادو ما بين المشاريع الأولى ديال الجمعية، وكما كتعرفوا كما قلنا أن الجمعية لها مجموعة من المشاريع لهذه الفئة، منها مهرجان سيد البرنوصي للأشخاص في وضعية إعاقة، منها مركز لتلقين وتعليم آليات كيفية صنع وإعادة هيكلة الهواتف النقالة اللي غيكون إن شاء الله بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا مشروع كان ثمار واحد الجهود ديال واحد مجموعة ديال أعضاء المكتب الجمعية اللي شرفوا على هذه الجمعية منذ تأسيس ليومنا هذا، باش نخلقوا واحد الفضاء اللي يمكن لنا نساهموا ولو غير 1% في التنمية ديال المجتمع ديالنا. والتنمية هذه الفئة اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة، ملي كنقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة هما عندهم تبارك الله بزاف الطاقات، بزاف خاصهم غير فين يبرزوها. حنا كمجتمع المدني ما علينا إلا نكون وسيط بينهم وبين الدولة من أجل توفير مثل هذه الفضاءات. المهرجان يشهد كذلك تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية كلوحات فولكلورية وندوة تحسيسية من تأطير الكوتشي العربي. الكوتشي العربي خبير مهارات الكوتشينغ التربوية والذاتية، وجينا اليوم هنايا في المهرجان ديال سيد البرنوصي النسخة الأولى باش نأطر واحد الدورة اللي هي أول دورة اللي غتكون في هذا المهرجان، اللي هي دورة الكوتشينغ ذوي القدرات. يعني بالنسبة لي الأشخاص في وضعية إعاقة عندهم قدرات كبيرة، خصنا غير نعرفوا كيفاش أننا نجبدوها، ونعرفوا كيفاش أننا نحركوها، ونعرفوا الأسسيات والمهارات كيفاش نشتغلوا معها. وبغينا المرة هذه الحاجة الجديدة أن الكوتشينغ مع ذوي القدرات. كلها أنشطة تروم إلى إبراز مهارات الأشخاص في وضعية صعبة، كما تهدف إلى تشجيع وتقديم يد المساعدة لهذه الفئة من طرف الجهات المعنية.